في هذه الفقرة راح يكون معنا محترف الفيزيك والفتنس موديل، وأيضا راح يكلمنا عن رصيده وإنجازاته العالمية والمحلية. رحبوا معي بالمحترف عبد الله الصراف. يا هلا ومرحبا فيك هلا عبد الله. فيكم، هلا والله، حياك عبد الله الله ونورتنا يسلمك في الاستديو. عبد الله ما شاء الله إنجازاتك كثيرة، يوم شفناها يمكن وقاعد نقراها لا إله الله، في سواء في الشأن المحلي أو العربي أو حتى العالمي. كلمنا عن هذه الإنجازات وفكرة المشاركة العالمية. خلينا نقول أول شيء رحب فيكم والمشاهدين ومشكورين على الاستضافة الحلوة. الله يخليك. فكرة مشاركتي بالبطولات الخارجية بدأت أول شيء بعد مشاركتي بالبطولات المحلية. ممتاز. بعد ما شاركت بطولات محلية شفت نفسي أن أنا أقدر أشارك بطولات برا، ممكن أن أنا يعني أنافس حلو في البطولات الخارجية، لأن الواحد تدري ما يدري إذا راح برا شنو ممكن يسوي مع أبطال محترفين ما عندهم إلا اللعبة هذه سواء بأي رياضة. صحيح. فبعد ما جربت نفسي هني شفت ان انا ممكن اطلع برا هني، جات الفكره من تشجيع من الناس ومن ربعي اهلي. صحيح. فالحمد لله. حلو. فاكيد في تجربتك الاولى واجهتك بعض العقبات، واكيد في خوف من التجربه الاولى، يا ريت تكلمنا عن هذه التجربه والعقبات اللي واجهتك. نعم، اول شيء اول بطوله خارجيه شاركت فيها كانت في اسبانيا في مدريد. حلو. الشيء اللي كنا دائما احنا نخاف منه بوقت السفر خصوصا اول بطوله هو موضوع الاكل، لان انت عارف موضوع الاكل هو الشيء الاساسي في لعبتنا. فشلون راح يكون الوضع هناك؟ انا وين ممكن احصل المواد هذه؟ والاكل هو اللي كان العقبه الاساسيه يعني. بس انه الحمد لله كان في ناس رايحين قبلنا بطولات خارجيه سهلوا لنا الامور يعني. مثل كانوا هم الجايد. حلو. اذا رحتوا هناك قالوا لك تجربه سابقه يمكن؟ اي يعني كان لهم تجارب سابقه في البطولات الخارجيه وسهلوا لنا الطريق، والله ما قصروا. اذا رحتوا هناك التسجيل شلون طريقته؟ المواصلات شلون؟ هذه الشغلات هي اللي تحاتيها في البدايه، خصوصا انت مسافر كلاعب مو كسياحه. صحيح. هذه الشغلات اللي تفرق، تبي تسكن بشقه مو فندق عشان تقدر تسوي اكل تطبخ تسوي اكل. اي مع انه في ناس تسوي بالفندق بس هذا طريقه غير مباشره. اي لكن انت يعني اخترت هذا التوجه، وبالنهايه في ناس كانوا هم يعني على قولتهم ينقلوا لك تجاربهم، وانت على هذا الاساس قدرت انك انت تروح بطريقه نقول مريحه وسهله. نعم صحيح. انت اي شيء تبي تخطو فيه خطوه لازم تسال اللي عندهم تجارب سابقه سواء باي مجال. حتى الشخص يروح يدرس برا صحيح لازم يسال عن الجامعه اللي مثلا ناس درسوا فيها من قبل، ناس كانوا موجودين بالمنطقه. صحيح. فلازم انت البحث هذا لازم تسويه اذا كنت بتسوي شيء على اكمل وجه. وهذا يمكن اخلاق الابطال، دائما يسال غير. صحيح. ما يصير عنده الروح اللي يقول انا والله بطل ومحترف، ولا انا بدش هذا المجال ماني سائل احد. ايه؟ فهذه اخلاقيات البطل. وانت يسأل. يعني عرفنا سبب الانجازات، فهي ما هي مجرد رياضه يمكن هذا موضوع حلقتنا، الا هي هم اخلاق تتواصل فيها مع زملائك وينقلوا لك تجاربهم، فهذا بحد ذاته شيء مميز. إذا بنتكلم عن هذه اللعبة بالنهاية شنو لازم تعطيها عشان تعطيك هذه الإنجازات؟ شنو لازم تسوي في هذه اللعبة عشان توصل لهذه المرحلة؟ في البداية احنا على المستوى الاحترافي جميع الرياضات جميع اللعبات لازم تركز على أمور التغذية، الراحة، التدريب. هذا في المستوى الاحترافي في كل المجالات. ممتاز. شنو ما كانت اللعبة سواء فنون قتالية، كرة، تشوف المحترفين حياتهم غير. صحيح. على مستوى الهواة في ناس احنا يمكن انت يعني جربت وشفت. صحيح. خصوصا عندنا في الدول العربيه موضوع النيوتريشن والاكل. صحيح. مو منتشر عندنا وايد. فتلاقي في لاعبين ممكن انه يكمل المباراه يلعب 45 دقيقه يلعب شوطين، تساله شنو ياكل؟ ياكل اكل نهائيا ما له علاقه بالاكل الصحي. صحيح. على مستوى الهوات في اللعبه هذه اذا انت ما تتغذى صح، ما تنام صح، ما تاكل صح، مستحيل تتطور او تطور اي شيء من مستواك. صحيح. هذا الشيء الاساسي باللعبه هذه. على حسب تجربتك يعني انت رحت وسافرت برا وسويت بطولات هناك خارجيه. نعم. لو بتقارن المستوى الثقافي الرياضي العالمي بالمستوى الثقافي اللي عندنا بالكويت، شلون راح تكون المقارنه بالنسبه لك؟ المستوى الثقافي عندنا احنا هني بالكويت انا اتكلم بصراحه وامانه وايد احسن من مستويات الثقافه اللي عندهم برا. التطور عندنا بشكل وايد كبير عن السنين اللي طافت. وايد. وبالنسبه يعني حتى عندنا بالخليج الفكر قام يتغير مو نفس قبل يعني. حتى في ناس في لاعبين ابطال من برا قاموا عندنا الكويت يجهزون عندنا بالكويت. صحيح. اي فهذا دليل على يعني تطور مستوى اللعبه عندنا وتطور الفكر والثقافه عندنا. صحيح. فهل تتوقع ان اي لاعب يعني يخوض هذه اللعبه بالكويت يصبح بطل ولا لا لازم في شروط معينه للبطوله؟ الشخص اللي يبي يصير انت تقول او تقولين بطل. صحيح. بطل يعني هو احسن واحد. صحيح. يعني انا ما في احد فوقي. صحيح.
ما تبي يكون احد فوقك، لازم انت تعطي كل اللي فيك حق اللعبه هذه وتعطيها 100%. حلو. انت ما اشتغلت عدل، ما كليت عدل، في واحد ثاني كلا عدل واشتغل عدل اكثر منك. هذا طبعا بكل المجالات. انا لما دائما لما اتكلم ما احب اخص الرياضه هذه. صحيح. يعني في كل مكان. ايه. هذا الشيء سواء كان بزنس سواء كان بدراستك، في اثنين يدرسون اثنينهم ينجحون، بس واحد بامتياز وواحد جيد. صحيح. هذا اشتغل اكثر من هذا، هذا ما راح يسوي نفس هذا، ما يبي نفسه. اللاعبين نفس الشيء، في واحد يشتغل اكثر من واحد، البطل هو اللي يشتغل اكثر وهو اللي راح يفوز. صحيح. نعم. اذا بنتكلم اليوم بالنسبه لهذه اللعبه، خلينا نقول في طريق ممكن يكون اسهل، اللي هو اخذ بعض الهرمونات والامور اللي تسرع من عمليه بناء الجسم. فهل تشوف اليوم هذا الامر عادل بين اللاعب اللي ملتزم في نظام معين ووقت معين واكل معين وثقافه رياضيه يمكن من سنين، ولاعب او قرر يدش هالشهر، من الشهر اللي بعده بلش في كورس كامل، تشوفه بعد 6 اشهر شكله الخارجي مقارب لشكل اي لاعب ثاني؟ اول شيء احنا للاسف يعني احنا بزمن كل شيء نبيه بسرعه. صحيح. حتى الشخص اللي يبي يضعف ما يفكر بالتغذيه والتمارين، على طول يبي يسوي تكميل، يبي يسوي عمليه. صحيح. هذا نفس الشيء. إيه هذا منتشر بالعالم كله ترى، يمكن اكثر سبب اللي هو السوشيال ميديا. انا اشوف واحد صار له 15 سنه يلعب، هو اليوم شافه يبي يصير كذي، يوريك صورته يقول لك بيصير نفس اللاعب. اي بيصير نفسه بشهر. صحيح. انزين، اول شيء اذا تطرقت حق الموضوع هذا، الهرمونات او المواد هذه مو موجوده حق الناس هذيله، وهي اصلا ما راح تسوي له شيء. المواد هذه تسوي تطور حق شيء اساسا موجود. انا ما قاعد اعطيه ادفانتج، بس انا اتكلم بموضوع الرياضه. صحيح. تسوي تطور حق شيء اساسا موجود. العداء اللي يركض يقطع 100 متر ب 12 ثانيه، اذا استخدم المواد هذه راح يقطعها مثلا ب 11 ثانيه وسبع اجزاء. حلو. هو مو اساسا ما يركض، خذ المواد هذه ركض. نفس الشيء اللي يركض 15 كيلو يستعمل المواد هذه يركض 16 كيلو، وهو ما خذاهم صار لياقه. صحيح. فنفس الشيء اساس واضح. اي فنفس الشيء الناس اللي انت بالاساس انت هاوي ما في ولا شيء، جسمك ما في عضلات، يتجه حق الموضوع هذا، هو يعتقد انه هو هذا راح يسهل له الطريق، هو ما راح يسوي له ولا شيء. صحيح. خصوصا اذا كان لاعب مبتدئ ما عنده نفس المثال اللي ضربت لك اياه مال العدائين، وما ما راح يسوي له اي شيء. اللي يصير انه اصلا المواد هذه انت كل اللي اكتسبتهم منها خذيت منهم الاثار الجانبيه بس، وانت ما راح تستفيد منهم ولا شيء نهائيا. اي انت حتى شوف اكثر الناس ترى لما يستخدم المواد هذه شنو يصير فيه؟ يعني احنا بلغتنا نقول شويه يكبر. هذه احتباس السوائل من الاثار الجانبيه. صحيح. حق المواد هذه. علشان كذي تشوفه هو يهمك انه هو صار فيه عضلات، هذه مو عضلات. صحيح. بعد شهر بعد شهرين تشوفه مره ثانيه رد ضعف عقب ما انتهى من المواد هذه. صحيح. لانه هو ما كسب عضلات. هذه المواد ما تسوي الشخص بطل. لازم الناس تفهم هذه، ولا راح تغير من الشخص. البطل بطل بالاساس. صحيح. والزين زين من الاساس. مو المواد هذه هي اللي راح توصلك حق اللي انت تبيه او راح تسويك بطل. صحيح. نعم. بما انك محترف عبد الله، اكيد جربت اشياء وايد وما وصلت لدرجه الاحتراف الا ان انت فعلا يعني متخصص في هذا المجال. لو بتوجه رساله للشباب ان اللي هم يبون يكونون جسمهم او بناء عضلات في فتره قصيره، شنو انت توجه لهم رساله؟ اول شيء الصبر. اللي بيدش اللعبه هذه خصوصا لازم يكون عنده صبر. صحيح. انت اذا صار لك سنتين باللعبه هذه انت معناته توك حاطري لك اول الطريق. صحيح. بناء الجسم يبي له وقت، واحنا ما نتكلم بس عن بناء الجسم، انت شلون تسوي جسم حلو متناسق. انا ما ابي بس ابني جسمي ويصير شكلي كبير وشكلي يعني عفوا بشع مو حلو. صحيح. انا ابي شكلي يكون حلو، لما البس باللبس شكلي حلو اقدر اعيش نفس الناس، اروح مطعم اقعد على كرسي نفس. صحيح. الناس لما اطير بالطياره احجز كرسي واحد ما احجز ثلاثه يم بعض. صح. فهذا المطلوب. انت هي اللعبه بعد انت شلون ترسم جسمك. صحيح. مو بس شلون تكبر جسمك. صحيح. في ناس مبتدئين يروحون النادي للاسف هو يمكن قاعد يشوه جسمه وهو مو عارف. صحيح. خصوصا لما يتجه حق مدربين انا اسميهم مدربين تجاريين. صح. الغرض تحول الموضوع الى تجاري. اي الموضوع صار وايد تجاري بالنسبه حق وايد مدربين لان فيها فلوس. وهو مو هام الشخص هذا، هو يبي ياخذ منه مبلغ. زين، ويهم انه قاعد يسوي شغلات صح، وفي النهايه ما يلاقي نتيجه. فهي اللعبه على قولتهم ارت، رسم. انت شلون ترسم جسمك مو شلون تكبره او ممتاز. اذا بنتكلم يعني عن المكملات الغذائيه اليوم، هل هي عنصر مهم للمساهمه في بناء الجسم ولا في امور اهم من المكملات الغذائيه؟ اول شيء المكملات الغذائيه دائما انا اقول هي نهائيا شيء مو ضروري.
لان اسمه مكمل غذائي. صح. انا اخاف اخسر السبونسر مالي بعد الحلقه بس مو عليه. انت قاعد تتكلم عن في اشياء هي الاهم وفي شيء اقل اهميه. اليوم بس تنتقل من يعني من شيء الى شيء. صح. هي من اسمها مكملات غذائيه. صحيح. هي تكمل نقص موجود في اكلك. بالضبط. يعني مثلا كميه البروتين اللي انت محتاجها. صح. او البنت محتاجتها اذا تاخذها من الاكل. صح. ليش استعمل مكمل غذائي اللي هو البروتين شيك؟ انا مو بحاجته. صح. اذا انا اكل ليش اكمل اكلي بمكمل ما له داعي؟ عبد الله ما ادري تتفق معاي يمكن عشان نرضي السبونسر الحين شوي. أي. ان اللايف ستايل بالنسبه لنا كلنا كموظفين وناس قاعد نشتغل من الصبح للعصر بالنهايه المكملات الغذائيه شيء اساسي لان عامل الوقت هني يجبرك انك انت تتجه للمكملات الغذائيه اللي هي انسب قرار. بالضبط. انا جايك بهالموضوع الحين اذا في شخص ما يقدر يكمل حاجته من. صح. المواد هذه بالاكل. هني يستخدم مكمل غذائي. في ناس عسكريين. صح. في دكاتره. ممكن عنده مراجعين وايد ما عنده الوقت الكافي انه ياكل بالبريكات. صحيح. فهني يستعمل المكمل الغذائي اللي يغني ممكن عن الوجبه. صحيح. لكن اذا تقدر انت تاكل هذا الاساس. حاول دائما انك توفي حاجتك من الاكل. صحيح. ما قدرت ذيك الساعه ممكن تستعمل مكملات غذائيه. صحيح كابتن. ايه. نعم تفضل. لا يعني مثلا اذا واحد ياكل فواكه خضراء اكله كامل. صحيح. من الفيتامينات والمعادن ليش انا استعمل مكمل الفيتامينز والمينرالز؟ صحيح. ما له داعي. هذا اكيد انا لو بقيس على نفسي يمكن اروح التمرين او بشكل عام من مهتم بالرياضه خلينا نقول بشكل عام. نعم. مضطر اخذ مكملات غذائيه. يعني انا مثلا عن تجربه بسيطه انا من النوع اللي يدش نادي بعدين يوقف يدش نادي يرد يوقف بداياتي كلها كذي كانت. لكن بالنهايه اكتشفت انه فعلا انا محتاج الى الفيتامينات انا محتاج الى مكمل غذائي. طبيعه العمل مثلا طبيعه الوقت والامور هذه كلها تخليك تتجه لكن هني الاتجاه الى هذه الامور هم لازم تكون على درايه ودراسه. في ناس مثلا ما ناسبهم الكافيين وتلقى اللي مثلا يبيع له يعطيه كل شيء فيه كافيين فيقول انا تحوشني رجفه ودقات قلب. فهذا الموضوع الوعي شلون نقدر احنا نملكه كشباب اليوم؟ انزين الوعي هذا موجود. ترى الوعي منتشر وايد بين الشباب. صحيح. الحمد لله الناس وايد قامت تتابع. ناس يتكلمون عن المواضيع ويتابعون مواد النيترشن هذه الناس. صحيح. يتكلم عن المواد هذه. اذا انت بمجال معين حاول دائما انت تدور عن المعلومه. لا تنطرها تجي لك. هذا جسمك انت، هذه حياتك انت، هذه عافيتك انت. صحيح. حاول انت تبحث عن المعلومه نفس ما وايد ناس كلها سوت. انا ادش الوصول حق المعلومه الحين جدا سهل مع السوشيال ميديا مع المواقع الانترنت بالتليفون بيدك. صحيح. اي شيء تبيه ممكن تطلعه بالتليفون يعني وانت قاعد اي مكان. فلازم الشخص اذا يبي شيء خلي يحاول يتعب. صح. صحيح. خلي يحاول يتعب شويه. صح. ابحث دور اقرا استفيد. صحيح. نعم. صحيح. يعني لا ما راح يجيك شيء اذا انت قاعد مكانك. زين في ناس يبي يشتركون بالنادي او يبي يعدل جسمه. يقعد ينطر كل شيء له. صحيح. ما يعني ما يحاول حتى يتعب نفسه انه يبحث عن المعلومه او يحاول. فهمت؟ يبي كل شيء يجي له يكون جاهز وهو بس ياخذ وبعدين يفكر يمكن يلعب. صحيح. صحيح. كابتن عبد الله اذا بنطلع خارجيا شويه ونتكلم عن الاستيج او البطولات اللي انت شاركت فيها. نعم. شنو يعني شعور اللاعب في هذه اللحظه او شنو المتطلبات اللي يحتاجها بالوقفه على الاستيج؟ في شروط معينه؟ نعم. حلو سؤال جميل هذا لان في عندنا احنا شيء وايد غلط منتشر ان اللاعب تدري انت قبل لا يصعد الستيج. صحيح. ياخذ له فتره يعني تختلف من شخص لشخص. ينزع الفات من جسمه بس يخلي العضلات علشان يعرضهم على المسرح. صحيح. ويشوفون الحكام او اللي هم القضاة. صحيح. لانهم جادجز مو حكم مو ريفري يعني ما في نقاط اللعبه ما فيها نقاط ما فيها تركض تفوز تجيب رقم. صحيح. فهو انت شلون تصعد الستيج شلون تخلي الحكم يطالعك شلون ايه؟ تجذب انتباهه صوبك. صحيح. في وايد شغلات لازم انت تسويها لما تصعد الستيج. الناس او وايد شباب على بالهم انه هو بس اذا سوى الموضوع هذا اللي هو التجهيز حق البطوله بشهرين ثلاثه انه بس هذا كافي. لا هذا مو كافي. حلو. صحيح. انت لما تصعد الستيج لازم يكون عندك روح. نبي اهم خطوه يعني. نعم. اللي ممكن الواحد يلتزم فيها بالستيج. نعم. ونختم من خلالها مع المشاهدين وتكون الفكره وصلت من خلال موضوع الستيج. اول شيء تصعد الستيج لازم انت يكون عندك روح. لازم يكون عندك الروح توصلها حق الحكام. تبي تفوز حاول تحسس الحكام لما تصعد انه ترى ما في غيري على الستيج. يعني نقدر نقول الثقه ابتسامه ثقه بالنفس البريزنتنج لما تصعد خل عندك ثقه لا تصعد. صحيح. خايف او
يعني تدرب على الوقفات قبل يعني لا تصعد الستيج. اخوي عبد الله احنا نقدر نقول على مو ودي اقاطعك لكن الوقت قاعد يحكمنا وموضوع الثقه يمكن هذا اللي لازم الواحد يلتزم فيه على الستيج. كل شكر على حضورك واكيد لنا لقاء ثاني معك. مشاهدينا وصلنا الى اخر الحلقه، نلتقي معاكم بحلقه جايه، نشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه.